حين تقرأ تحليلات الأسواق سوف تصادف مصطلح بريكس بكثرة. فما الذي تعنيه هذه الكلمة؟ اختصار لأسماء 5 دول رائدة في مجال الاقتصاد، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا. لدى كل واحدة من هذه الدول نقاط قوة تميزها، فالبرازيل تمتلك موارد طبيعية هائلة، أما روسيا فهي تمتلك مخزونات عظيمة من الطاقة، وتمتاز الهند بتقدمها في مجال الصناعات التقنية. الصين هي التنين الأصفر ذو القوة الصناعية العظمى، وجنوب إفريقيا هي الماسة السوداء ذات الموارد المعدنية الغنية والسياحة المزدهرة. سوياً تشكل هذه البلدان قوة عظيمة تساعد في تشكيل الاقتصاد العالمي. لتتعرف أكثر على عالم التداول، شاهد المقطع التالي.